فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يمكن لطالب العلم أن يتتلمذ على شيخ واحد، أم لا بد أن يذهب إلى عدد منهم؟ يستفيد من العلماء الموجودين، كل في فنه، قد يكون هناك عالم بالنحو وعالم بالفقه وعالم بالمواريث، فيستفيد، وعالم باللغة، يستفيد من كل عالم في تخصصه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.